اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دايما بحلقه جديده من ولا اطيب. طبق اليوم من ايطاليا الكانيلوني بالسبانخ والدجاج، واكيد الكانيلوني اليوم ما بقى في زوم تتعزم تعمله بالبيت، صارت جاهزه بالاسواق منجيبها خالصه، بس طريقه حشا في كثير من الستات بيتعذبوا. اليوم رح نعطيكم طريقه سهله وسريعه، بس اكيد رح يكون في عندنا حش مميزه. خلينا نشوف شو المكونات ونرجع نحن وياكم. مكونات كانيلوني بالسبانخ والدجاج: 200 جرام عجينة كانيلوني الجاهزة، 200 جرام سبانخ، 200 جرام صدر دجاج، 100 جرام بصل، 20 جرام ثوم، 50 جرام جبنة الموتزاريلا، 50 جرام جبنة جروير، جوزة الطيب رشي، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. أما مكونات صلصة البشاميل: 400 جرام حليب سائل، 100 جرام كريم حيواني، 50 جرام زبدة، 50 جرام طحين، مكعب دجاج عدد واحد، ملح حسب الرغبة، وبهار أبيض رشي. لكن مشاهدينا قبل كل شيء رح نبتدي نعمل الصوص البشاميل البيضة، وطبعا دائما بذكركم الزبدة والطحين او الرو لازم يكون سخن، وكان بذلك الامر الحليب لازم يكون سخن. هيك في حال كان الحليب سخن والرو سخن ما بيكتل معنا وبنحصل على صوص بشاميل ناعم. طبعا هون رح نضيف الزبدة والطحين. في كتير بيستعملوا الزيت بدل الزبدة، بيمشي الحال، بس طبعا الزبدة بتعطي نكهة أفضل. هون نحن رح نضيف لكين الزبدة، ندور الزبدة على النار، وأكيد رح نضيف لها الطحين كمان بهالوقت. نحن رح نسخن الحليب اللي هو كمان عندنا سخن، بس نحن بنخليه دايما سخن تما يكبتل معنا الطحين مع الزبدة. هون لكن مع إضافة مكعب الدجاج بيعطيها نكهة مميزة، كمان رشي من الملح ورشي من الفلفل. كمان في عنا نحن تحضير حشوة الرافيولي، شوية زبدة مع شوية زيت نباتي حتى ندبل البصل والثوم. هون لكن احنا بده يكون عندنا الفرن جاهز او الغاز حتى نبلش نطبق الطبق الرافيولي. هون اكيد عندنا الزبده اللي بلشت تذوب على النار، ندور الزبده مزبوط، بنضيف لها الطحين تدريجيا وبنحركها شوي شوي حتى تاخذ بعض البعض. نحن بدنا اياها رو ابيض وليس رو اسمر، يعني ما بنكترها كثير على النار، بس تسخن دغري بنضيفها مع الحليب. هون لكن بنحرك مزبوط الحليب مع مكعب الدجاج كمان على النار، كمان عم نذوبه. هون لكين الرو، ونحن اكيد بنبلش نجهز نفرم البصل والثوم حتى نعمل حشوه للكانيلوني. الكانيلوني في منها لونين بالسبانغ وكمان باللون الابيض الطحين. هون لكين احنا الرو صار عنا جاهز، رح ضيفه مع الحليب كمان، كمان نحركه اكيد نتركه على النار حتى يغلي شوي مع تحريك من وقت للتاني، ونرجع نضيف له شويه كريمه تطلع
عندنا صوص بشاميل شهية وطيبة. فينا ما نضيف لها كريمة، بس في حال بدنا طبق غني الطعم لازم يكون دايما عندنا إضافات مميزة. هون نحن عندنا البصل، بدنا نفرم البصل فرما ناعما، لكن البصل فرما ناعما كمان عندنا الثوم، لكن البصل والثوم، البصل مفروم ناعم والثوم نحن سبانخ، السبانخ كمان جايبينه جاهز وناعم هون، لكن احنا سلقنا السبانخ وجانا وسط السكين نعمهن شوي، واذا في حال كمان حبيته هلا بكفي بالسوبر ماركت يوم سبانخ ناعم جاهز احسن تتلبكوا تتعذبوا غسيل وسلق وفرم. في مغلفات سبانخ مطحون جاهز هون، نحن بنحرك الصلصه البيضاء كمان البصل والثوم، هون لكن نحن نضيف البصل ندبل البصل لكن البصل، وهون عندنا كمان صلصه، صلصه البشاميل. شوفوا شو نعمه طلعين، ليش؟ لانه الحليب سخن والروس سخن، واكيد مكعب الدجاج كمان بيعطي نكهه، والملح والبهار اللي ضفناه هون. انا هون رح اضيف لك كمان شويه كريم حيواني تتعطيها مور تيست او نكهه اضافيه. يا عين خليها تغلي شوي كمان هون بهالوقت. نحن البصل عنا عم يتدبل، كمان رح ضيف الثوم كمان فرمناه، الثوم فرمناه ناعم، تتبيل على النار، ومن ثم الدجاج، صد الدجاج اللي ذكرناه نحن بوسط الكين نعمناه كتير منيح للدجاج. ممكن إذا في حال عندنا ما كانت فرم اللحمة فينا ننزل صدر الدجاج من دون جلد من دون عظم، وبنحصل على دجاج مفروم ناعم. هون كمان رح نضيف الدجاج مفروم على السكين أو على مكنة الفرن. بهالطريقة بدنا نستوي الدجاج حتى يستوي. كمان نحن بهالوقت مشاهدينا رح نروح لفاصل إعلاني صغير ونرجع معكم، انطرونا. من بعد الفاصل مشاهدينا ولا أطيب، أكيد الكانيلوني مع السبانخ والدجاج، البصل والثوم والدجاج مفروم ناعم موجود هون. أما السبانخ نحن كمان رح نضيف السبانخ بهالطريقة، هون نحركهم كلهم مع بعضهم البعض طبعا مع إضافة الملح والبهار، وأكيد رشة جوز الطيب كمان مع الحشوة تعطيها طعمة طيبة. بنحركهم بهالطريقة، شوفوا شو هاللون الحلو، وكمان رح نضيف لهم شوية كمان كريم حيواني، كريم الحيواني تنعمها أكثر لأنه هي رح تكون حشوة الكانيلوني. شوفوا بهالطريقة صار عندنا هالحشوة جاهزة، وهلا أكيد أنتم كيف بدنا نحشيها من بعد ما نرجع من فقرة الزراعة مع المهندس نبيل الريشاني، رح نفرجيكم كيف رح نحشي الكانيلوني ونحط لها صوص ونفوت على الفرن ونتلذذ بطعمتها. هيك بنزرع وبنستضيف المهندس الزراعي استاذ نبيل الريشاني. اهلا وسهلا فيك استاذ نبيل. فيك شيف. يعني اليوم مش جايب معك شيء استاذ نبيل؟ لا اليوم لا شتلي ولا وردي ولا شيء. انت الوردي اليوم. خلي لي هيك. اليوم لا، رح نحكي شوي عن استغلال المساحات ببيوتنا. نعم. لحتى نخلق منها حدائق ونستعملها
او للمطبخ او للرفاهيه. حلو اوكي يلا الموضوع لك. اوكي فاليوم بتلاحظ اكثر شيء على بلكونه المطبخ مثلا شو في المطابخ دائما في حائط خساره ما في شيء فارغ. فهذا الحائط فينا نعلق عليه رفوف او تعاليق ونحط عليهم بويات صغار او حواض طويله ونزرع حاجتنا من الاعشاب للمطبخ او لاي شيء ممكن نعوزه. حلو. هلا المساحات اللي ببيوتنا اليوم عم تكون مساحات مهمله وخساره هي السطوح. سطوح الابنيه من الاماكن اللي ممكن نعمل منها حدائق نستفيد منها كمنتوج او جماليا وحتى نعملها مكان للتلاقي نحن والجيران لجلسه حلوه. ونحن بنعرف انه نحن عندنا 290 يوم شمس صحيح يعني. فليش عم نخسر هالمساحات من دون استعمالها؟ اللي عم نخسره نحن الناس طلعت عليه قبلنا. مثلا اليوم بسويسرا صدر قانون السنه او السنه الماضيه بال 2011 فرض على كل الابنيه تستعمل على القليله 20% من مساحه السطح كزراعه خضراء. حلو. بطوكيو حسبوا انه اذا 50% من السطوح مزروعه التوفير على صعيد مدينة طوكيو بس بفاتورة التبريد أو التكييف بين مليون ونص للمليونين دولار حسب حرارة السنة إذا كانت سنة حارة أو عادية. حلو. فتخيل نحن قديش عم نخسر مساحات كتير كبيرة من المساحة الخضراء. طبعا وفينا نستغلها بكتير بساطة. يعني أحواض البلاستيك موجودة، التربة حكينا كيف فينا نحصل على تربة بسعر زهيد، والماء موجودة المهم النية تكون موجودة وشوية همة. وفعلاً هو الزراعة أو البستنة من الرياضات يلي بتحرق كالوريز يعني. نعم. وبتريح الأعصاب كثير. شغلة حلوة. أنا لأخبرك شغل، عندي أكثر من 30 شتلة بالبيت. حلو. عندي البلكون كله عدير من ضار حاطط له حواض خارجيين، وأكيد عندي شتل كثير داخلي وعاسة على مدخل الدرج من برا. وبالإضافة كمان في مطارح ما بتوصل للشمس حاطط كمان شتل اصطناعي حتى نحس بالخضار الدايم. أوكي. وبأؤمن بشيء اسمه ازرع ولا تقطع، مهم جدا. يا ريت الكل بيأمن مثلك شيف. وكمان عندي حد البناية كمان زارع شي 15 شجرة كانوا جيران عاملينها. أنت تحمست جبت شب بركشة زرعنا على الشجر، هلا بيطلع يجي على الخضار صار هن محمسين تيزرعوا أكثر. قديش بتفرح فيهم لما تلاقي فيهم نمو جديد وفيهم خضار جديد. فعلا أول شيء بالفي صار عندك فيه، صار عندك منظر حلو، وهي ما بدها 6 أو 10 دقايق يعني. شغلة كتير بسيطة. بدها همة بس دايما مثل ما قلت. بدها همة. هلا في على الزراعة على السطوح فيها شوية مشاكل. يعني أول شغلة بدنا ننتبه إنه السطح ما يكون بنش على الجيران. إذا خلصنا من هاي المشاكل صارت الشغلة كتير بسيطة، قلنا كلفتها زهيدة جدا. فينا نزرع حتى شجر على السطح، يعني شجرة أكيدينيا، شجرة جنيريك، عريشة صغيرة، كله بالإمكان أنه ينعمل. وفي شغلة اللي كمان فينا نساعد البيئة فيها هو استعمال الإطارات الدواليب المستنفدة اللي عم ينزبتها. فينا نحطهم محل رؤوس الجذور آخر العواميد اللي على السطح، منطوقهم بدواليب 3 أو 4 طبقات، فينا ندهنهم ونرتبهم ونعملهم شيء جمالي ومنعبي تربة صالحة، وساعتها فينا نزرع اي شجرة شو لكين. حلو. ومنخفض كلفة التبريد طبعا، التبريد والحرارة القوية كمان بتمتص الحرارة بتمتص الغباير كمان. طبعا حلو. ممكن خنقنا جو بنقدر نقعد فيه نحن وجيراننا او نحن والعائلة واستغلينا المساحات. اوكي عظيم، معلومات عظيمة جدا استاذ نبيل. يعني فعلا حلو هيك نستضيف. وبعد زمان كانوا ستنا وجدنا وقت كانوا يحبوا بعضهم كانوا يلتقوا تحت الشجرة. ايه معلوم معلوم. اذا التقوا بالصدفة كانوا يتهموا يعني يتخبوا تحت. شكرا على المعلومات القيمة استاذ نبيل. شكرا لك. شكرا لمهندس الزراعة نبيل الريشاني. وعودة الى طبق الكانينوني تبعنا، نحن اكيد في عنا جات العازل للحرارة بحاجة لشوية صلصة تنحطهم بكعب الجاط. نحن الصلصة ما شدنيها كتير لأنه أكيد بالفرن رح نرجع نخبزها، فدائما تكون الصلصة شوي ما تكون كتير مشدودة. وهون نحن الحشوة أكيد بواسطة كيس القرطاس طبعا الكريمة، أو للي نشوفه نحن إذا عنا كيس خاص بالبيت لتزيين الجاتو. نحن الحشوة اللي جهزناها رح نعبي الحشوة فيها
هيك ست البيت فيها تشترك كيس خاص لتزيين الكريمة طبعا الجاتو بتستعمله بهالطريقة ما بيأثر. نحنا حتى نحشي الكانيلوني فهلا بتشوفوا كيف طريقة كتير سهلة وسريعة بالحشي نحشيها بهالطريقة كمان صار عندنا طريقة حلوة للحشي بواسطة القرطاس هون كمان نحشيها من الملتين صار عندنا لكين حشوة من الملتين أكيد بنشتغل تحت جات لأنه أكيد معرف إنه شوي نوسخ حد منا بننتبه هون شفتوا الحشوة كيف صارت جاهزة محشية بهالطريقة لكن بواسطة القرطاس كمان نحشيها بهالطريقة لكن تدريجيا وهيك صار عندنا الحشوة للسبانخ مع الكانيلوني بطريقة سهلة وسريعة لكن حشينا نحن كانيلوني بواسطة القرطاس وهيك أكيد ما تبقى عنا من صلصة صلصة البشاميل هون لكن نحن رح نضيف صلصة البشاميل مع السبانخ والدجاج مثل ما قلت لكم الصلصة لازم تكون رخوة ما تكون كتير شديدة لأنه أكيد بالفرن رح ترجع تشد والبشاميل معمولة عقصولة مع الكريم ومكعب الدجاج ومثل ما شايفين كتير نعمة طالعة معنا لأنه معمولة مزبوطة وهون كمان نحن في عنا جبنة الموتزاريلا والجروير كمان بنحط لها حسب الرغبة نعم غير شكل وهيك رشة فلفل أسود كمان على الوجه والفرن أكيد حامي 180 درجة تقريبا حوالي 15 دقيقة من الوقت تكون بشاميل غلي واكيد طبق الباستا بصير جاهز الكانيلوني اما الطبق الثاني مشاهدينا خلينا نشوف شو المكونات ونرجع نحن وياكم مكونات سلطة المانجا مع الفستق 200 جرام خس ملون 200 جرام بصل اخضر 200 جرام فول سوداني 200 جرام خيار 200 جرام فجل 200 جرام مانجا 200 جرام فليفلة 20 جرام كزبرة 20 جرام نعنع 50 جرام خل البلزميك 75 جرام زيت زيتون كركم رشي فلفل حار رشي ملح حسب الرغبة وفلفل حسب الرغبة كتير بتسائل مشاهدينا مانجا بالسلطة كتير مهم نستعمل المانجا بالسلطة أول شيء نكهة جديدة وخاصة بالمناطق الاستوائية بيستعملوا سلطة دايما مع الفواكه فنحن لازم نبلش نتعود على الفكرة وخاصة أنه مليئة بالفيتامينات أكيد نحن عندنا المانجا المانجا اللي نحن نستوردها من برا وأكيد هون نحن حتى نشيرها بطريقة سهلة وسريعة بهالطريقة منقطعها إلى مربعات بهالشكل ونقبسها بالعكس وأكيد بوسط السكين رح نبقى نقصها بألمجات السلطة ونحن هون كمان جهزنا جات للسلاد وأكيد حتى نبلش نجهز الطبق الطيب اليوم ركزوا منيح لأنه كمان مع نكهة الفول السوداني هيكون عندنا سلطة مع قرشة الفستق جربوها بتطلع نكهتها كتير طيبة الخس الملون أول شيء نكهته طيبة وبعدين شكله حلو بالجار شوفوا هالشكل الحلو وإجمالا بيفتح النفس ونحن دايما بس ناكل صحن سلطة لازم دايما يكون لوحة فنية
فنحن بهالطريقة بس كون عنا لوحة فنية لكلها بشهية ومنتلزز ومنحس فعلا عم نتناول طبق ولا أطيب. هون نحن منحط إضافة الخس بهالطريقة في قطعة بصير نتناول ورق الخس وملقى من هالمزيج غير شكل ونتلزز. بهالوقت مشاهدينا رح نروح لفاصل يعني صغير ونرجع معكم. انطرونا. لكن مشاهدينا من بعد الفاصل رجعنا معكم، واكيد الخضار الموجوده معنا بدنا نبلش نجهزها. هون عندنا البصل الاخضر، البصل الاخضر كمان بدنا نفرمه الى دوائر. لكن اليوم السلطه عندنا بنكهه المانجا، المانجا الشهيه. هون كمان رح نضيف المانجا. دائما حضرنا نحن الخس بكعب الجاد واكيد جاد حتى نخلط المزيج مع بعضه البعض. هون لكن نحن فرمنا البصل الاخضر ومن ثم الخيار، ولا خيار الا الخيار. هون الخيار الاخضر كمان بنقصه لاربع اجزاء بهالطريقه، كمان نفرمه دغري بس نقص الخيار بتطلع الريحه بتفتح النفس. كمان نضيف مع البصل كمان الفليفله الملونه الاخضر والاحمر. اليوم في حال تشتروا فليفله ملونه روحوا على الماركت، في عنا الاحمر والاصفر والاخضر، اكيد سعره شوي غالي لانه مستورده. اما في حال حبيتوا تشتروا فليفله لوكال او من داخل البلد، في عنا بكون فليفله طبعا فليفله محليه، بيكون في عنا الوان متنوعه فيكم توفروا تقريبا اكثر من 3 ارباع حقها. جيبوها ملونه بهالشكل هيك بنحصل على طبق من الفليفله الملون كمان مع السلطه. هون لكن نحن الفليفله جهزناها كمان الى مربعات. نضيفها كمان مع البصل والخيار، لكن صار عندنا بصل وخيار وفليفله. كمان الفجل، الفجل الاحمر. نقصهم بهالطريقة. هون لكن نحن الفجل والكانيلوني بالفرن. عم ذكرنا الفرن انه ما تنسونا. هون لكن عم نفرم الفجل الى شرحات. كمان عنا النعنع، نعنع فرم هيك شوي خشين ما نعمه كتير. كمان منضيف وشوية كزبرة خضراء، شوية كزبرة خضراء والفول السوداني. أكيد الفول السوداني اللي نحن منجيبه من الماركت أو من المحامص البزورات بيون البزورات. كمان رح نضيفه معه الفستق، بيعطي نكهة كتير طيبة مع السلطة صدقوني جربوها، ومع قرشة هيك وبتفتح النفس يطلع بينا كمان هيك الشهية ناكل أكثر وأكثر. هون كمان المانجا اللي نحن كمان قطعناها إلى مربعات، قشرناها بهالطريقة هيك نحصل على مربعات جاهزة بشكل سريع. وهيك كمان احنا بدنا نتبل، نتبل كمان هالسلاد ونشيل الكانيلون من الفرن. هون عندنا نحن قليل من الزيت الزيتون، وعندنا خل البلزميك، قليل من الكركم، طبعا بابريكا وفلفل. وكمان نخلط هالمزيج، شوفوا شو هالالوان الحلوه
دائما في اسرار من السلط ما بنعرفها. معودين انتم دائما على السلطات المعروفه دائما ناكلها، فنحن دائما نعطيكم هون افكار جديده حتى دائما تتلذذوا بانواع سلطات جديده. هون كمان سلطات جديده دائما مع الشيف ريشار. هون لكن نحن شوفوا منظر هالمانجا شو حلو فعلا، شيء بيفتح نفس. هون هجات السلطة صار جاهز، شوية كمر اثنان على الوجه. فعلا اللوحة الفنية موجودة عندنا هون، إذا حدا من الفنانين بحب يرسم ما عليه إلا ياخذ موعد ويجي ياخذ شوية درس من عندنا بكل تواضع طبعا. وهون كمان عندنا الجات الكانيلوني، جات الكانيلوني كمان صار جاهز. شوفوا شو اللون الحلو، اكيد الكانيلوني موجوده تحت، محشيه بسبانخ ودجاج كمان نكهه مخفيه، وحشيناها بطريقه سهله وسريعه. وهيك حلقتنا لليوم اكيد صار جاهزه. انا اليوم شفتوا كيف الكانيلوني هون صار جاهزه مشاهدينا بهالطريقه. شوفوا هالكانيلوني الحلوه، اكيد بننطرها شوي حتى تبرد ونسكبها ونتلذذ بطعمتها الشهيه. موعدنا بكره كمان مثل اليوم، نكهه مميزه ولمسات سحريه. الى اللقاء والف صحتين. Bum bum bum.